ايه يا ديبو؟ ايه يا قلبي ديبو؟ عامل ايه؟ شفتيني كده وانا برفع العجله؟ شفتك. كنت بعمل كده على كورنيش اسكندريه. بجد؟ بكروز اسكندريه دي. شفتيني بقى وانا سايقه العجله وسايبه ايديا ومغمضه عينيا؟ ده شغل صحرا. امال ايه؟ ده احنا علمنا على الاسفلت يا ديبو. فمانع عفاريت. امال ايه؟ مش امال ايه؟ اقل حاجه عندي. طيب. طب بقول لك ايه بقى؟ قولي قلبي. اعملي لنا كده حاجه على ذوقك. من عينيا الاثنين. يا ريت. ايه رايك بقى ناكل فتت فراخ بالزبادي؟ ايه ده هم عملوها فتة؟ انا عملتها فتة وزبادي؟ اه. ده ازاي ده؟ زي الناس. هنقول بس المقادير للناس وبعد كده انا هقول لك ازاي. يلا بينا. اوكي. معانا رز بسمتي ومعانا صدور الفراخ وحبهان وورق غار وقرفه خشب وبصل والثوم طبعا والزبده والزبادي والعيش المحمص بتاعنا والنعناع ليمون ودي مكسرات طبعا هنزين بيها الطبق. ميه هتغلي وهنزل بيها بالفراخ بتاعتي. بس قبل ما انزل بالفراخ هحط القرفه وورق الغار والحبهان. حلو قوي كده. ماشي. وهنزل بالبصل والثوم بتوعي. بتحب الفراخ؟ احبه. بحب الفراخ. بحب الفراخ. بحب الصدور بالاخص. يعني انا بحب الصدور اكتر حاجه. بس بحب اللحمه اكتر. بتحب الفراخ يعني؟ وانا بحبك انت. وانا بموت فيك والله. خلاص بقى ما تكسفنيش. انا مش فاهمك بصراحه. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نلبس الكلافزات عشان تدفيني. اهم حاجه. يا نهار ابيض كنت هنسى. الجو برد قوي. معلش. على فكره انا كده كده كنت هلبسها. والله انا كنت بمتحنك اشوفك هتقولي الاول ولا لا. انا على فكره على طول بفكرك يعني. بس انا واثق فيك النهارده اللي احنا هنعمل شويه فتت فراخ بالزبادي زي الفل. انا هعمل لك دي مفاجاه يا عم. دي مفاجاه. امال ايه؟ هتضربني؟ هتضربني وتعملي لي كده؟ صدور الفراخ بتاعتنا طبعا خسينها كويس جدا. هي دي الفراخ مخليه. صدور. فراخ مخليه. بس يا جدعان عارف انت الناس اللي هي عماله تخلي الفراخ دي؟ دي ناس صحاب مزاج والله. دولت اكيد دكاتره جراحين. ها يعني. ها ايوه. امال ايه؟ امال ايه؟ امال ايه؟ امال ايه؟ امال ايه؟ يا بموت فيكي. وانا انت بتجاملني ولا انا شك فيك كده؟ لا خالص والله. انت حلوه. انت كيوت. او انت كيوت حبيبتي. ربنا يخليكي. بس انت زي اختي. يعني الناس بتعملوا فيك هتعملوا فيا اي حاجه. طلع الكابتن معانا. ماشي. وانا مش زعلانه. ماشي. انا هقلل بس شويه ميه من اللي احنا حاطينها. ليه؟ عشان كتيره. كتيره قوي. اه ماشي. انت عارفه ان الميه دي مفيده للجسم؟ طبعا طبعا. مفيدة ليه بقى؟ قوله؟ للجسم؟ لكل حاجة، لكل وظائف الجسم. أيوة. الكبد بقى والكلى شغال وكل حاجة. ها؟ وعشان الجفاف وكل حاجة. أيوة. وكمان عشان التخسيس. أيوة. اشرب مية تملي معاك في الأكل. تخسيس. أيوة. اللي بيقول لك بقى اشربوا ما تشربوش مية على الأكل، المية بتعمل كرش. لا ده لا. ده خالص. لا. طبعا. يعني أنت بتشربي قبل الأكل عادي جدا، بتاكلي كمية أقل، وحتى وانت بتاكلي وعطشتي عادي ممكن تشربي. على فكرة ما بيعملش كرش. طبعا. هغطي بس على الفراخ بتاعتنا. والراجل من غير كرش ما يسواش قرش. أيوة مثلا. والست برضو اللي من غير كرش لا هتسوى. هتسوى كتير كتير. فلوس كتير. فلوس كتير. إيه ده؟ دلوقتي خلصنا أول خطوة الفراخ. هنعمل بقى، هنخش على تاني خطوة الرز. هنجيب حلة. ده رز إيه؟ رز بسمتي. بسمتك؟ ماشي. هننزل بالحله. تحس ان هو رز بيضحك كده. جميل. انت بتحب الرز البسمتي اكتر ولا الرز المصري؟ بحب الرز المصري. بجد؟ انا بحب ده. واحنا يعني في ايه؟ مش عارف. احنا مش شبه بعض خالص؟ لا احنا شبه بعض. ايوه. انت عندك خدود زي. عارفه الخدود دي يا حبيبه؟ قول. ياما عذبتني والله يا جماعه في المدرسه. بجد؟ انا كانوا العيال بدخل كده المدرسه من هنا الخدود جد يقعدوا بعد حد حد حد. بجد؟ والله. لا بس انا بقى يعني دي كانت يعني حاجه حلوه بالنسبه لي. يعني كل حد يشوفني يقول لي احلى حاجه فيكي خدودك. اقول لهم طب انا ايه يعني؟ انا بني ادمه. يقول لي احلى حاجه فيكي خدودك. اقول لهم يعني انا بني ادمه مفيش غير خدود؟ يقولوا لي كده. ثقه في الخدود نجاح يا جماعه. 100 100. والله. الحله بتاعتنا سخنت. هننزل بالزبده بتاعتنا. براحتك. براحتك جدا. كترت الزبده؟ امال ايه؟ عشان بتدي طعم كده. ايوه طبعا 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 طبعا. وهنزل بشويه زيت طبعا عشان الرز يلمع. طبعا لازم نلمعه كده قبل ما يدخل المفرمه. قبل ما يخش المفرمه. جدا. ده حكايتي الحلوه. بجد ربنا يخليك. يخرب عقلك. انت اللي حلو والله. ربنا يخليك. انت عينك حلوه. اديني معلقه من جنبك يا ديبو.
أنهي واحدة؟ عايزة دي؟ لا. دي؟ العريضة. دي؟ لا. دي حلوة والله. لا. ماشي. شخصيتك فاهماني؟ أيوة كده. أنت المفروض تفهمني. أيوة. إيه ده؟ أنا بحب دي مش عارف ليه. الرز بتاعنا طبعًا مغسول كويس جدًا ومتصفي. هننزل بيه على الزبدة والزيت بتوعنا. وهنشوحه شوية. الريحة بدأت تطلع. بجد؟ تطلع. يا سلام. شوف هنا بالله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ شفت بيعمل ايه؟ برا 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 مزيكا والله. أوه. يا جماعه شايف؟ انا شايف. هننزل بس بشويه ملح صغيرين وشويه فلفل. بتحب الفراخ مع ايه يا حبيبي؟ انا بحب الفراخ مع المكرونه والرز. اصل انا بحب رز البسمتي اكتر من رز مصر. والله 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 نفسي رايحه لصينيه بطاطس بالفراخ. يا سلام. اعملها لنا والله. والله هعملها لك ان شاء الله. هعملها لك الحلقه الجايه باذن الله. وعد اهو. وعد. انا بحب صينيه البطاطس جدا وبحب الفراخ وهي في الفرن طبعا. صينية البطاطس كده بتبقى طعمها تحفه وجنبهم شويه رز بالشعريه كده. يا سلام. وشويه سلطه. خلاص بقى خلاص. عشان ايه؟ خلينا في اللي احنا فيه ده. خلي بقى صينيه عكاوي في البطاطس كده. يا ابني انت عايز نعمل ايه يا ابني؟ طب خلاص خلينا كده. خلاص ايوه عشان يعني مش كده. خلاص بس ايه حاولي تركزي في العكاوي بعد كده. حاضر هعمل لك عكاوي. تحب العكاوي؟ بحبها جدا. وتحب جنبيها ايه؟ فته. وجنب الفته يعني بالنسبه ان احنا فته عامله لك فته فراخ على فكره. بس والله بحب الفته يعني. بجد انا بحب برضو الفته. بحب اللي هو الكبد والكلاوي. والحاجات الحلوه بتاعت السيده دي. يا سيده والحسين. يا سلام. خلينا نركز في الاكله دي عشان انا جوعت اكتر. لازم الرز بتاعنا اهو اتشوح. النهارده انا هعمل لك الزبادي. هنزل بشويه ملح. ماشي. زبادي. هعمل لك الزبادي بجد بس مش دلوقتي. ماشي. بس انا هاخد الزبادي دي هعمل لك شويه صوص. هوا اوعي. ماشي. هنزل بشويه ملح وفلفل اسود على الرز بتاعنا وهسقيه وبعد كده ايه هنقفل عليه يستوي. يستوي دلوقتي ولا لسه شويه؟ لا يعني قصدي يعني هقفل عليه وهياخد وقته. اصل انا جعان. ماشي على طول مش هاخر. ها عندك حاجه تشربيها؟ ايه عندك حاجه تشربيها؟ يعني انت هتشرب لوحدك؟ ايه شكرا. سلام. هاي حاجه نعوض الاكل اللي احنا فيه ده. ايوه تخلصت دولت. بقول لك ايه يا ديبو اموري. هو انت لما تتجوز هتعمل انت الاكل لمراتك؟ عايزه الحق ولا ابن عمه؟ لا الحقيقه. الحقيقه؟ مفيش رجاله بتعمل اكل. ايه ده في ايه؟ وانا متجوز عشان ايه؟ انا اللي اعمل؟ انا متجوز عشان الست هي اللي تعمل الاكل. وانا اكل كده اقعد في السعيد اكل. ايه ده؟ ايوه. انت صدمتني. عايز ابن عمه بقى؟ انا اللي هعمل الاكل وهطبخ وهكنس. والله كل حاجه. ايه ده؟ لا بجد ما بهزرش. يعني بس صدمتني فيك دلوقتي. خلاص انا عشان انت كنت قعدت تقول لي ده انا مش عارفه ايه وايه وهعمل واسوي كده. لا تعالى نتكلم بجد. فعلا انا ممكن ادخل اعمل اكل لان انا كمان بحس اللي هو مزاج كده كيف. ايوه كده. خلي الثقه ترجع تاني. حاضر. انا اسف. عشان يعني اسف والله. ده عيش ده يا حبيبه؟ هنسقي الرز بتاعنا. عيش محمص. عيش محمص؟ هتاكله ولا ايه؟ دايما ده محمص فعلا. عيش محمص. بس مش عيش بلدي، عيش شامي. والله؟ والله. تفرق في ايه؟ في كتير عشان احنا هنعمل فته فراخ. لو فته لحمه كنا عملنا عيش بلدي. شاطره شاطره يا ست الكل. هنسقي الرز بتاعنا. كنت هنسى واعمل حاجه وحشه خالص. ليه بقى؟ ليه؟ عشان انا هسقي اصلا الرز بالمرقه بتاعت الفراخ بتاعتي. والله؟ ما فكرتنيش ازاي اجيبه. انا قلت بقى اشوفك بقى تعملي ايه؟ شوف انا كنت بامتحنك اشوفك هتفكرني ولا مش هتفكرني. ده انت ايه ده؟ انا بس مستنيكي تغلطي عشان اعلم عليك. اخس عليك يا ديبو. انت المفروض يعني لو عملت حاجه غلط تصلح منها. هنشوف. هننزل بالمرقه بتاعتنا مع في الرز بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سمع دي؟ مزيكا. أيوة. يا جماعة مزيكا. إذا وأنا عطشان ليه؟ اشرب. مش عارف أنا خايف أشبع كده ما أكلش حاجة. تشبع إيه وأنت هتشبع من مية؟ أنت بتضحك عليا ولا إيه؟ أنا متحسد يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده. الرز تقليبة صغننة وهغطي عليه ويستوي براحته.
حلو جدا. تسلم ايدك يا ست الكل. تسلم ايدك. يلا بس اعمل لنا سلطه الزبادي. بس اسمه صوص الزبادي. صوص الزبادي. صوص. دلع الكلام. حاضر. تا 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 تا. ده ايه ده؟ قول للناس طلعنا ايه يا ديبو؟ طبق. بولا. طلعنا بولا يا جماعه. ها؟ بولا ومطعم. خد بالك عشان الموضوع ده صعب جدا. اوكي. لازم يعني خليه دقيق. دقيق لازم بعشق تفاصيلك. هنجيب بقى ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الزبادي. تمام. العنصر الاساسي بتاع الطبق. ياه. شايفين؟ الزبادي. يا عيني. يا عيني يا عيني. شايد بس عشان يكتروا معانا في الايه. انت بتحب اصلا الزبادي يا ديبو تاكله كده؟ بعشقه بجد. بعشقه ما اقولكيش. بتحب الزبادي؟ انا بحب الزبادي في امان، خصوصا بقى في رمضان. يا عيني. والايام المباركه دي. يا سلام. يا على الايام المباركه دي. طب انت بتحب الزبادي البلدي اكتر اللي هو بيبقى في العلبه البيضه ده، ولا بتحب الزبادي اللي هو؟ لا طبعا على قديمه بقى. العلبه البيضه طبعا البلدي. وانا بحب البلدي قوي طبعا. بس بعمل ايه بقى؟ باكل القشطه اللي على الوش وبسيبه. ما اقولكيش. بقعد في البيت الم الزبادي كله واقعد اكل من الثلاجه القشطه القشطه، واسيب لهم الاطباق فاضيه من غير قشطه. طيب قشطه انت والله قشطه. كده معانا ايه؟ صوص الزبادي. الزبادي. ايوه حطينا الزبادي. ايوه. ها بعد كده نجيب الليمون. ايوه يا عيني. سلام. سلام عليك يا زيب. كده حطينا ايه؟ الليمون. الليمون على الزبادي. نحط بقى ايه؟ التوم. التوم بتاعنا الحلو ده. سلام عليك يا ديو. سلام. بتحب انت التوم في الاكل صح؟ طبعا طبعا. عشان بيدي ريحه حلوه. وشويه خل معانا اهو، يعني معلقه خل بالظبط كده. بعد كده نحط شويه نعناع. يا سلام. انا بحب النعناع قوي دولت. وبعمل المحشي احط فيه نعناع، اعمل الباميه احط فيها نعناع، بعمل اي حاجه بالنعناع. النعناع بيدي ريحه تحفه طبعا يا جماعه. طبعا. نحط بقى شويه ايه؟ ملح. يا سلام عليك. تمام. وشويه فلفل. تمام. في بقى حاجه بقى يا جماعه، ها في ناس كتير بتعمل الزبادي ده بطريقه مختلفه جدا. بس في ناس بتعمله مع النار بس بتلاقيه مكلكع. انا بفضل يبقى بارد. ايوه. تمام. بيبقى احسن بكتير يا ديبو صح؟ طبعا طبعا. نحط ايه بقى؟ ايه؟ بهارات الديبو. ايوه يا ديبو اهي. والله بتدي للاكل طعم. شفتي؟ انا عايز اعرف السر ايه. ما مش هقول لك سر. ما اكيد السر مش هقول لك انا. لا ما مش هقول لحد. قول لي انا وانت بره كده. معلش معلش. يلا انزلي واطلعي بقى معايا. ماشي يلا. اهو يا عيني. اهو يا عيني. بس كده. يلا نضربهم بقى مع بعض. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. شايفه؟ شايفه الحلاوه؟ يا سلام. شايفه الحلاوه والطعمه؟ يا عيني. ريحه النعناع مع الزبادي تحفه. ناقصه بس شويه ايه؟ خل عشان ايه؟ تبقى مظبوطه معانا. معلقه كمان. يعني يبقى معلقتين خل. ما اهو عشان بس ايه؟ بس. تسلم ايدك يا ديبو. نحط كده ناقص لنا حاجه تانية على فكره. ايوه الزيت بقى. الزيت. ليه؟ كده مصحصحه معايا. انا مصحصحه اهو. اهو. انا مصحصحه بس عشان جعانه. والله؟ اه. مش اكتر مني والله. طب يلا بقى عايزين ناكل. تسلم. تسلم يا كبير. مع الموضوع يا جماعه حلو جدا. انا مبسوط قوي. يا ولا تعبان ولا اي حاجه. كده بقى ايه؟ يعني دايما يقف في المطبخ 24 ساعه تلاقوه في المطبخ. حتى في بيته في المطبخ بيطبخ للعيله كلها. اه والله. اه يا عمي. ولا تعبان بقى ولا مرهق. لا في المطبخ بينام في المطبخ، بيحب المطبخ قوي. تمام. خلصنا كده جاهز بالنسبه للزبادي بجد. يعني اغرب بقى. اغرف يا كبير. هنجيب طبق التقديم بتاعنا. يا ريت يا ريت تردي. بسم الله الرحمن الرحيم. الاحمر. ايوه كده عندنا فوشيا واحمر والروه. ايوه وبنك. ايوه ماشي. هنغرف. بسم الله الرحمن الرحيم. بنجهز نفسنا تقريبا. الرز بتاعنا جاهز اهو. لا الرز شكله حلو يعني. ومفلفل ازاي؟ ما اقولكيش انت. يعني اكنك عاملاها رزايه. ريحه القرفه اللي احنا حاطينها في الفراخ بتاعتنا اللي هو في المرقه اللي سقينا بيها الرز مخليها الرز ريحته تحفه بجد والله. اه والله. مش نفسك يعني؟ نفسي طبعا. ايه ده؟ نفسي طبعا. نفسك. املي كده شويه حبه حلوين كده كتار كده. يا يا حبيبه. يا ديبو. الواحد بيستمتع لما بياكل من ايدك بجد؟ اه والله. يعني انت بتبقى مبسوط فعلا وانت بتاكل من ايدي؟ ببقى مستمتع وانا باكل بجد؟ جدا. طيب. من الاكل والله بيبقى استمتاع. يا حبيبه.
خلاص عشان بتكسف. لا لا ازاي تقولي كده؟ بتكسف فعلا. كده بقى احنا ناقص لنا ايه؟ الفراخ. الفراخ ولا تاكله كده وحط زبادي وكله؟ ناكل كده ايه؟ انت عشمتني وخلاص تقلبيه. امال ايه؟ فراخ. حاضر. خلاص كده حطينا الرز بتاعنا. مش لازم بقى تفاصيل بقى، خلاص بقى تفاصيل. خلاص احنا بنقدم للناس يا ديمو. معلش يا ناس، معلش. معلش. وهنجيب شوكه عشان نشيل الفراخ بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفاها حلوه ازاي؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ بتعملوا ايه جوه؟ قولوا لي بتعملوا ايه جوه يا فراخ؟ شايف الفراخ إيه استوت بتاعتنا وبقت حلوه ازاي؟ جدا. هننزل بقى على الرز. على مهلك. على مهلك. دي فراخ بلدي صح؟ طبعا. هم طبعا فراخ ايه؟ لازم فراخ بلدي، وتكوني واثقه من بتاع الفراخ اللي انت بتشتري منه. واكل مصري كده حلو، مصري ها؟ مالناش دعوه احنا باكل الغرب. لا. احنا مصريين. احنا بنعمل كل حاجه في بيتنا، بنعمل كل حاجه بايدينا، بنحب بناكل الفراخ دي بره كتير جدا، وهي في البيت بتتعمل احلى بكتير. طبعا. كله في البيت يا جماعه. اي حاجه نفسكم فيها ممكن تعملوها في البيت عادي جدا. طبعا. لا الريحه حلوه جدا. ايه الدلع ده؟ هنقفل بس البوتاجاز بتاعنا. بس كده. ما اقولكيش انا، ما اقولكيش. ما اقولكيش، اهم حاجه العيش بتاعنا. امال اسمها فتت فراخ ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الفته دي بقى ايه؟ معلومه كده بسيطه اقولها لك يا حبيبه. الفته دي شاميه. ايه ده بجد؟ بس احنا عملناها في مصر؟ طبعا تبقى مصريه. ايوه بس انا مين اللي عاملها؟ انا. انا ومين؟ ودياب. بس يبقى ايه؟ مصريه. صح ولا لا؟ ايوه دي عملوها اخواتنا اللبنانيين والسوريين، اخواتنا الاشقاء. في حاجه وقعت منك، ما ينفعش حاجه تقع منك. ماشي كلها كلها. ما ينفعش. اوعى يا جماعه تاكلوا من الارض، اوعى. استحاله بس. لا. ايه؟ ايوه طبعا. خلاص كده. هننزل بشويه البهارات بتوعنا. ايه بقى البهارات؟ حلوه قوي. بهارات كمان بتدي طعم يا حبيبه والله. طعم وريحه وشكل وكل حاجه. ممكن تديني الصوص الزبادي اللي انت عملته عشان احطه؟ اديك ايه؟ الصوص الزبادي. هيا. ممكن تنويني الصوص الزبادي عشان اعمله لك؟ خد الصوص. ميرسي. شكرا. عزم الصوص. تسلم لي. تسلم ايدك. الطبق بتاعنا اهو. هتعملي ايه بقى؟ هحط الصوص بتاعنا على الفته. طبعا. ممكن بقى ايه تنزلي كده ايه؟ فاهماني انت من هنا كده؟ ثواني بقى. بعد كده تروحي هناك ها؟ ثواني. وتخشي يمين كده في اليوتير ها؟ ايوه. يا سلام. شايف طعمه؟ شايف؟ الله. يا سلام. لا يا جماعه حلوه جدا. بقول لكوش. التوم والنعناع تحفه تحفه تحفه. نفسي في الاكل. طبعا. خلصت كده؟ طبعا. لا لسه. سيبيني بقى احط انا النعناع. احط انا النعناع. سوري انا اسفه. النعناع اهو. سوري انا اسفه. ركزي معايا بقى في الخطوات دي ها؟ بصي. بلام. بلام. يا عيني. بلام. ماشي. تا تا تا. تسلم. تا تا تا. يخليك. تا تا تا. ماشي. تا تا تا. حلو. بصي بقى. الله يا ديبو، الله. بصوا ناقصه حاجه واحده. ايه؟ ايه بقى؟ اللوز بتاعنا. اللوز طبعا. اللوز. اللوز ده طبعا احنا محمرينه بحته زبده بالظبط وشوحناه بقى لونه ذهبي كده. ده لزوم يعني الروقان، عشان انا بروق على دياب عشان هو بيحب اللوز قوي. ربنا يخليك يا ست الكل. تسلم يا جميل. دايما رافع راسي كده. دايما رافع راسي. عشان تعرف بس ان انا بحبك. والله؟ تحبيني قوي؟ اخويا. انت لسه يعني الحمد لله يا حبيبي، والله محدش بياخد اكتر من نصيب. والله الحمد لله. تمام كده. سلام. الله. شايف الطبق شكله حلو ازاي؟ تسلم ايدك يا ست الناس. تسلم يا ديبو. ايه الحلاوه دي؟ اي خدمه. ايه ده؟ ايه ده؟ اي خدمه. عايزه بس اقول لكم حاجه صغيره. دوق اكلنا وهتلاقوا نفسكم عندنا. واحنا بقى مش بتوع كلام وحواديت، احنا اكلنا بيتكلم عننا. والله. ناكل؟ ناكل بقى؟ لا. ايه؟ عندنا الدكتور. يا لهوي انا نسيت الدكتور ده خالص. دكتور. طب ناكل قبل ما الدكتور يجي. بجد؟ احسن يقول لنا ما تاكلوش. طب ناكل ونروح للدكتور. ماشي يلا. يلا بقى. استنى بس كده هحط لك الطبق.